اوكي مارس هاز بينس. اولا وانا في اللجنه، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه ونص، مش كبيره، تمانيه او تسعه درجات مش كبيره، لا مش كبيره قوي، ده في قطعه بتبقى اكبر من كده. القطعه دي مش قصه، مش فلاح راح ولقى وحاجه اتسرقت منه، لا 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 خالص، ولا واحد كان فقير واختنى خالص. القطعه دي معلومات عن كوكب المريخ. نعم، معلومات عن كوكب الايه؟ المريخ. يبقى اول مشكله هتقابلك في القطعه دي ان انت تترجمي اول قطعه، اول كلمه مارس. اوعى حد يفتكرها شهر مارس، كوكب المريخ. نرجع لموضوعنا. مارس has been studied for hundreds of years. قعدوا يدرسوا كوكب المريخ مئات السنين، يطلعوا له وينزلوا، درجة حرارته، المية، المياه الجوفية، الهواء، أكسجين، عايزين يعرفوا الكوكب ده ينفع يتعاش فيه ولا لا. Scientists say that، فالعلماء يقولوا أن It's the planet which is most like Earth. أكتر كوكب شبه الأرض ينفع يتعاش فيه. لايك أنا مش معناه يحب، معناها مثل، يشبه. ده العلماء اللي طلعوا فوق. A day on Mars، يوم على كوكب المريخ is nearly تقريبا the same as on the Earth. 24 ساعة هناك 24 ساعة هنا. حلو. It lasts for 24 hours، 24 ساعة هيت، and 39 minutes، مدة الساعة هناك قريبة من الساعة هنا. اليوم اليوم فيه 28 ساعة. however ومع ذلك a year lasts، السنة بتستغرق for one year and 320 days. لا ترى خدي بالك، تقرا الجمله دي كويس جدا جدا. بيقول لك ومع ذلك السنه هناك بتاخد سنه من هنا، واجمعي عليها 320 يوم. ايه ده؟ ثواني. شفت بقى الخباثه اهي، بتاخد سنه من هنا اند و 320 يوم. طب السنه فيها هنا كام يوم؟ شوم 365 وتجمعي عليها كام؟ 300 وكام؟ و20 صح؟ يطلع لك الناتج كام؟ السنه هناك فيها 680 يوم. انت بتجمع السنه هنا زائد ال 320 يوم الزياده. طب ده حسبوها ازاي دي؟ 600 يوم. بس هو خبيث حضرتك. So a year on Mars is almost twice as long as Earth، صح؟ بيقول لك عشان كده تقريبا السنه هناك ضعف السنه هنا. If you look at Mars through a telescope، لو انت شفت الكوكب ده عن طريق التلسكوب، you might see a very big mountain، هتشوف جبل كبير قوي، شكله في التلسكوب جبل. It's more than 20 kilometers high، وارتفاعه اكتر من 20 كيلومتر، ما شاء الله. That is three times as big as Mount Everest. لو عايز تقدر الجبل على كوكب المريخ، ثلاث مرات عادي. عادي مش مشكلة. ثلاث مرات من ارتفاع قمة إيفرست. Scientists العلماء بيقولوا if we went summer، لو رحت فصل الصيف في كوكب المريخ، the temperature درجة الحرارة بتبقى ماينس خمسة. إيه ده؟ درجة الحرارة غريبة قوي هناك. في الصيف هنا تطلع له في شهر أغسطس، تلاقي هناك في المريخ سالب 5 درجة مئوية، يعني معناها الجو هناك تلج. وفي الوينتر it can be minus 82، يعني 82 تحت الصفر. إن شاء الله. أكيد هيسألك يعني it بتعود على مين؟ we hope that we لا أنت فهمتها غلط. بيقول لك نتمنى إن السفر يكون أسهل للكواكب زي المريخ وفينوس في المستقبل. نتمنى. نتمنى. احنا نتمنى. تمام، دي بقى معناها ان في الحقيقه السفر غالي ولا رخيص؟ غالي. شوف الاسئله. السؤال الاول. مش هغير اجابات؟ القطعه اصلا بتتكلم عن ايه؟ طبعا عن الكوكب. كوكب صح، اجابتك صح. الاجابه دي.
التانية لو انت استخدمت تلسكوب عشان تاخد صورة على كوكب واحد. المريخ تقدر تشوف ايه؟ جبل. صح، لغاية دلوقتي ماشية كويس. اول تركية ايت بتقول على ممكن يقول ايت كان قصده على مين؟ معلش على بي اللي هي ايه، درجة الحرارة. اه صح، ممتازة، درجة الحرارة صح. نيجي للأسئلة الخبيثة اللي هي مش مباشرة، كم عمر السنة هناك الحسبة دي بعد ما انا وضحتها لك؟ طبعا دي هتبقى غلط، هتجمع عليها 365. يوجد اسامي ثلاث كواكب، ايه هما؟ مارس وفينوس. طب وفين الارض؟ ومديك ارض ايرث، يبقى تاخدي نص درجه. ليه؟ عشان نحطها. ايوه، هو قال لك ثلاث كواكب. هل تعتقد ان سفر الفضاء هيكون اسهل في المستقبل؟ انت عاملاها ايه؟ يس، بيكوز ان ذا فيوتشر، عشان احنا نتمنى كده. راحت الدرجة. تلاتة ونص. تلاتة ونص؟ مفيش تعاطف في الإنجليزي. هي صح هي غلط. مو تعاطف. تلاتة ونص. لا لا خالص.